سرهنگ خالد الحبوس فرمانده شورای نظامی انقلابی دمشق و هومه در مصاحبه با سیمای آزادی. رژیم ایران از شروع انقلاب سوریه به طور عملی به رژیم بشار اسد با تمام توانش کمک کرده است. رژیم ایران غذای مردم ایران را قطع کرده و میلیاردها به رژیم اسد داده و خرج گلوله هایی کرده که بشار اسد با آن مردم سوریه را به قتل می رساند. ما از پیام خانم رجوی در محکومیت بکارگیری سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه علیه مردم در قوطه شرقی در حومه دمشق و از همدردی ایشان با مردم سوریه بسیار قدردانی می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم ادارت قنات الحریه ادارت و عاملین. السلام علیکم أيها المقاومة الإيرانية، السلام عليك أيها الشعب الإيراني الحر. موضوع أنه اتهام المعارضة أن استخدمت الكيماوي، هذا أمر يؤسفنا جدا أن يصدر من الحكومة الإيرانية. طبعا هذا الموضوع، الحكومة الإيرانية دائما هي صاحبة القرار الأساس في السياسة الداخلية والخارجية للحكومة السورية أو للنظام السوري. فليس غريبا أن يصدر هذا البيان أو هذه التصريحات من قبل الحكومة الإيرانية وتتهم المعارضة وتدافع عن حليفها النظام أو نظام بشار الأسد. منذ بداية الثورة والسياسة السورية ضعيفة ومقيدة بالسياسة الإيرانية، سياسة الحكومة الإيرانية أو ما تسمى حكومة الملالي. هذا ليس مستغربا، نحن أخي لا ندافع عن أنفسنا بدون أدلة. نحن نقول كجيش حر أن النظام استخدم السلاح الكيميائي ولدينا أدلة على ذلك. أولاً نحن كضباط في الجيش السوري نعلم أو لدينا معلومات كافية أن لدى جيشنا أسلحة كيميائية، هذا أولاً. النقطة الثانية أن النظام قد استخدم السلاح الكيميائي في أكثر من منطقة قبل هذه النقطة أو قبل أن يستخدمه اليوم في هذه الأيام على الغوطة الشرقية، استخدمها في أكثر من 15 نقطة سابقة. النقطة الثالثة أن الجيش الحر ليس لديه ما يمكن أن يقذف به هذه القذائف أو الأسلحة الكيميائية، يعني ما عنده لا هذيك المدفعية البعيدة المدى، يعني كل ما نملكه عبارة عن هونات قصيرة المدى، لذلك من الصعب جدا أن نستخدم السلاح الكيميائي بالهاونات. النقطة الرابعة والأهم أننا صورنا الصواريخ التي أطلقت من جبل قاسيون على غوطة دمشق، ولدينا إثباتات على أن النظام استخدم السلاح الكيميائي بهذه الصواريخ. بالنسبة للحكومة الإيرانية، نحن أولا نرسل لها رسالة أن ترفع يدها عن هذا النظام. لا تلطفوا أيديكم بدم الشعب السوري. المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن كان ضعيفا، و
قراراته يعني هوائية ليست فاعلة، وكأنه قابل أو يرضى بقتل الشعب السوري، وهذا من المؤسف جدا. وأيضا الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها هي حامية الحرية، نجدها أنها تسكت عن جرائم بشار وتضع له خطوط حمراء وتتغاضى عن تخطيه لهذه الخطوط الحمراء. إذن السياسة الأمريكية هزيلة جدا. بالنسبة لمجلس الأمن، كل قراراته مختطفة من قبل روسيا، لذلك روسيا تعتبر شريكة بالدم أو بسفك الدم السوري، وهذا طبعا له تبعيات كبيرة جدا على روسيا. أنا تابعت كثير من تصريحات السيدة رجوي، وآخرها استنكارها لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على الشعب السوري، وخصوصا في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية من ريف دمشق. نحن نثمن عاليا دورها وتعاطفها مع الشعب العربي السوري. موقفها مشكور جدا. هي طبعا تنظر بعين الإنسانية إلى الشعوب، هي تقف في صف الأحرار طبعا. وجودها كمعارضة لها تأثير كبير على الموقف الدولي والموقف الإيراني. النظام الإيراني فعلا اشترك من بداية الثورة السورية، اشترك وساعد نظام بشار الأسد بكل قوته، أرسل له المليارات في حين أنه يقطع التمويل ويقطع قوت الشعب الإيراني ويدفع ثمن الطلقات لبشار يقتل بها الشعب السوري. أيضا يدعمه بالنفط ويرسل المقاتلين. وأشكر قناة الحرية، وإن شاء الله نستطيع أن نتعاون نحن كجيش سوري حر. نحن لسنا معارضة فعلا، يعني نحن لسنا نبحث عن مناصب، نحن نريد الحرية لشعبنا. وأظن أيضا المعارضة الإيرانية ليست هي معارضة من أجل أن تصل إلى السلطة، وإنما هي تدافع عن حقوق شعب مظلوم، شعب يقتطع رزقه ويدفع في سبيل دمار شعوب أخرى، يدعمون طغاة ويقطعون الأموال عن ويجوعون شعبهم. هذا مؤسف جدا. نتمنى للمعارضة الإيرانية أن تصل إلى مبتغاها وأهدافها في إسقاط الطغاة في إيران، كما نتمنى نحن أن نسقط الطاغية بشار في سوريا. سلامي لكم جميعا، واللهم صل على سيدنا محمد وآل سيد محمد وصحبه أجمعين.